عزيزي متابعي اليوم السابع في كل مكان، ننقل لكم طقس لمدينة بورفؤاد زي ما احنا شايفين كده. طبعا الأشجار تؤثر فيها الرياح الشديدة، فضلا عن طقس بارد رغم سطوع الشمس وغيوم وتغطي سماء مدينة بورسعيد وبورفؤاد. النهاردة درجة الرطوبة وصلت ل 59% والرياح 30 ميل في الساعة، سرعة الريح 43 ل 54 كيلو في الساعة. كمان النهاردة شايفين ان في رياح رغم الطقس البارد شديد البرودة، لان الرياح محملة بالأتربة، وفي يعني نوعا ما من الغيوم، سحاب، السماء ما فيهاش يعني ما فيهاش سحب، يعني سحب، ولكن الشمس هي ساطعة، ولكن الرياح وجو شديد البرودة ورمال ورياح شديدة زي ما احنا شايفينها على طريق شرق بورسعيد المتجه الى شرق التفريعة. كما نشاهد حضراتكم السيارات قادمة من شرق بورسعيد، وطريق يعني خالي تماما من السيارات. هناك بعض السيارة هي زي ما احنا شايفينها، ولكن الجو مازال شديد البرودة ورياح، ومن المنتظر سقوط أمطار كما تتوقع. طبعا في ظل الطقس البارد والرياح الشديدة، والمحافظة من جانبها أعلنت حالة الطوارئ، والأحياء كمان رفعت حالة الطوارئ من استعدادا لسقوط أمطار ومواجهة الأمطار التي قد تغرق الشوارع. فدفعت الأحياء بسيارات الكاسح والعربيات شافط المياه لمواجهة الأمطار التي قد يعني تسود مدينة بورسعيد وبورفؤاد. عزيزي المشاهد، نقلنا لكم من مدينة بورفؤاد سوء الأحوال الجوية والطقس البارد على طريق شرق بورسعيد وشرق بورفؤاد. كان معكم محمد